النقل ما بين فايلر وموسيماني كان في مشكلة بالنسبة للعيبة؟ لا هو احنا هو لعيبة نادرا نادرا لما الأهلي بيغير جهاز فني في وسط السيزون. أنا في حدود معلوماتي أو ذاكرتي، يعني ما أفتكرش إنه ده حصل على الأقل في العشر 20 سنة، لو الذاكرة ما خلتنيش يعني اللي فاتوا. لا هو حصل، بس عشان حصل مستر فايلر، عشان طبعا طبعا أنا فاهم الظروف ظروف كويس خاصة. جدا. بس مستر موسيماني كان اختيار جيد جدا. يعني احنا دلوقتي كنا داخلين على السيمي فاينال بتاع افريقيا، فكان لازم مدرب كويس، سي في كويس، مدرب محترم، مدرب عنده فكر، مدرب عنده شخصية في الملعب، ومدرب كمان من افريقيا، ان هو عارف طريقة اللعب جميع الفرق اللي في دوري ابطال افريقيا، فدي كانت حاجة حلوة بالنسبة لنا. يعني طبعا هو الكريدت في بطولة الدوري يحسب لفايلر، مفيش كلام، أكيد هو وبدايات فايلر مع الأهلي كانت في منتهى القوة الحقيقة، محدش يقدر يعني يقول حاجة تانية غير كده. أكيد مستر فايلر طبعا ليه الفضل الأكبر طبعا في الدوري، لأن هو كان بدأ من الأول، وكملنا لحد قبل السيمي فاينال، فأكيد البطولة الدوري دي تحسب له هو يعني. وطبعا مستر موسيماني دي كمل، يعني ايوه كملوا التورته يعني. بس لو كلمت كوره، يعني سيبك بقى من مين، يعني لو كلمت كوره شويه، ايه الفرق بين دماغ فايلر ودماغ موسيماني؟ هو يعني مستر فايلر طبعا مدرب محترم، مدرب كبير، ليه شخصيه وليه فكر برضو، ايوه بس طريقه لعبه مختلفه عن مستر موسيماني. مستر موسيماني جالنا حسن لنا، اكيد كان في اخطاء حسنها لنا، اشتغل علينا، كان بيشتغل علينا اكتر بالجانب النفسي والذهني، ان احنا دايما نكون فايقين في الملعب، نكون مركزين، يكون حتى الفريق اللي قصادنا يلعب على شكلنا احنا، ما نلعبش مثلا ايوه على اداؤه، احنا نلعب على شخصيتنا احنا. فهو قدر الفترة اللي فاتت دي، اللي هو حتى كاتبنا في الماتشات في السيمي فاينال والماتشات بتاعت الدوري، ايوه فكان واضح البصمة بتاعت مستر موسيماني يعني. بمناسبة